السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس في المغرب خلال المساء والأيام القادمة، لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية التي صدرت قبل قليل. قبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يتوقع إن شاء الله استمرار الأمطار الخير خلال يوم الثلاثاء بتساقطات مطرية جد قوية، وسنعطيكم المناطق المعنية إن شاء الله بالتفصيل. وضروري جدا مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا المناطق المعنية إن شاء الله. والآن سننتقل إلى التفاصيل. ومن المتوقع بإذن الله خلال إن شاء الله يوم الثلاثاء تساقطات مطرية عاصفية ودخول اضطرابات جو المملكة. والمدن المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي إيسابن وكذلك الناظور والدريوش. تساقطات مطرية حاضرة إن شاء الله على العروي وكذلك ابن بوعياش. تساقطات مطرية على إيسابن باب الرد، وأمطار حاضرة على آكنول ووزان وتونات وجرف الملحة إن شاء الله. تساقطات حاضرة على مشرب القصيري ودار القداري وسيدي إسماعيل وكذلك قرية أبو محمد وفاس ولاد عياد وتهلا وكذلك التبس أو إن شاء الله كذلك على تيسا. تساقطات مطرية محتملة على فاس مكناس والحاجب وكذلك دوار المصامدة وإن شاء الله الخميسات وتيفلت. أمطار الخير متواصلة إن شاء الله على المعازيز وتساقطات على الرمان بإذن الله تعالى وكذلك مليب وعزة، وأمطار حاضرة إن شاء الله على مناطق بير إن شاء الله الناصر والقارة وبن سليمان والمحمدية والبيضاء وبوسكورة والجديدة. ومن المتوقع استمرار أمطار الخير على مناطق كذلك مراس العين وسطات ولاد فرج وكذلك برشيد والقارة وولد بوعية. تساقطات حاضرة إن شاء الله على واد زمخريبكة وكذلك قيسر والبروج إن شاء الله دور ولاد زيدوح والفقي بن صالح وبن قرير واليوسفية وخميس الحاج وكذلك سبد قزولة والزمامرة. وان شاء الله ولاد فرج مع مرور الساعات سوف تستمر امطار الخير على كذلك الاقصى الاقاليم الجنوبيه للمكه بين بوجدور وكذلك الداخله والمناطق الداخليه ان شاء الله على الزاق. ان شاء الله تساقطات مطريه تؤدي الى كتل هوائيه تؤدي الى تساقطات مطريه وعواصف رعديه مداريه ان شاء الله كذلك على اشت ومناطق ان شاء الله الصويره والمرتفعات الاطلس. ومن المتوقع إن شاء الله بعد الزوال استمرار هذه التساقطات المطرية على الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذلك السواحل الغربية مع احتمال تساقطات مطرية مصحوبة مع عواصف رعدية. والمدن المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي المناطق الناظور الدريوش العروي ودار إن شاء الله الكبداني. تساقطات حاضرة على بركان وآحفير وزايو وعين الزهرة إن شاء الله وكذلك ملقى الويدان. تساقطات على أولاد أولاد بوريما إن شاء الله وكذلك دازا وكذلك مناطق ودمليل وكذلك تيسا وأولاد عابد. تساقطات مطرية معتبرة على دوار المصامدة وفاس مكناس. تساقطات على الحاجب وإفران والخميسات وتساقطات على تيفلت وسيدي سليمان ودار القداري والقنيطرة وأيت منصور وكذلك إن شاء الله أمطار الخير على شفشاون. وتساقطات مهمة إن شاء الله متواصلة على العديد من المناطق المملكة خصوصا على إفران وصفر ومكناس والحاجب والماس والمعزيز والخميسات وكذلك مناطق عين عودة وصخيرات الرباط بسليمان والرماني كذلك بير إن شاء الله. تساقطات على بن ناصر وأمطار حاضرة بإذن الله على مليب وعزة وتساقطات على أولاد بغيادي إن شاء الله وخنيفرة وكذلك مريرت. أمطار حاضرة على وضزم وخريبقة وكذلك الأولاد. وتساقطات حاضرة إن شاء الله على مناطق جيسر وتساقطات حاضرة على السقامنة إن شاء الله السقامنة. أمطار حاضرة على أسطات إن شاء الله وكذلك أمزور. تساقطات حاضرة إن شاء الله على أولاد عبو وكذلك الجديدة وسيدي عابد والبير جديدة. ويتوقع استمرار بعض الاضطرابات الجوية على الوالدية وكذلك يوسفية وبن قرير ومناطق إن شاء الله الشماعية. وتساقطات حاضرة على إن شاء الله كذلك مناطق تيفلت. تساقطات حاضرة على أمزميز وإملشيل وأوكيمدن واتبانت. واستمرار أمطار الخير على المناطق الداخلية الصحراوية إن شاء الله.
بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فأجواء نسبيا غائمة إخواني الكرام، مع استمرار درجة الحرارة إن شاء الله في الانخفاض على المرتفعات، وكذلك في المناطق مراكش وأكادير قد تصل إلى 29 درجة في وسط النهار. يتوقع في فترة الليل إن شاء الله أن تكون الأجواء نسبيا وغير مستقرة باستمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق الوسطى الداخلية إن شاء الله، والمناطق المعنية بهذه الاضطرابات الجوية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على أوكيمدن وأمزميز إن شاء الله بتساقطات مطرية إن شاء الله ومراكش وسيد الزوين، وأمطار بإذن الله حاضرة كذلك على مناطق إن شاء الله العطاوية وتملالت إن شاء الله وقلعة سراغنة وأزيلال وتباينت وبني ملال وزاوية الشيخ وإمل الشيل وخنيفرة، وتساقطات جد مهمة إن شاء الله سوف تعرفها المناطق بحول الله. ويتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة كذلك أقصى شمال المملكة على مناطق طنجة بإذن الله، والمناطق المجاورة تعرف تساقطات مطرية مهمة بإذن الله، والمناطق المعنية فهي مناطق العرائش وشفشاون أصيلة وللميمون وسيدي سليمان قرية بو محمد وزال للميمون وفاس ومكناس والرماني بسليمان إن شاء الله وبوسكورة وكذلك القارة وبالناصر وكذلك برشيد إن شاء الله، وتساقطات حاضرة على زاوية الشيخ خنيفرة تونفيت بني ملال قلعة ساغنة أزيلال أكادير بوشيبة مراكش أوكيمدن أمزميز إبن جانوت واتباج، وكذلك مناطق شيشاوة وتساقطات حاضرة على مناطق مشيل وتوفيت والريش وسول إن شاء الله وميسور سكورة مداز وكذلك تالا. ومن المتوقع إن شاء الله يوم الثلاثاء استمرار بعض الأجواء غير مستقرة على المناطق الشمالية على طنجة تطوان مع احتمال عوادة العواصف الرعدية المدارية، أمطار حاضرة على إساقل للميمونة والعرائش وأصيلة مع احتمال هبات رياح نسبيا قوية، كذلك على مناطق العيون وبجدور المناطق المجاورة قد تعرف تساقطات مطرية لآخر تحديثات النماذج العالمية. بالنسبة إخواني الكرام الأيام القادمة فاحتمال تعود كذلك الاضطرابات الجوية والعواصف المدارية إلى المغرب، فهي واردة إن شاء الله خلال التوقعات القادمة التي سنقدم لكم في هذا الفيديو. خلال يوم الجمعة أجواء تبدو مستقرة مع احتمال أجواء غائمة على المرتفعات قد تعطي تساقطات مطرية، خلال يوم السبت أجواء أو عواصف رعدية مدارية متوقعة على مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، وبالنسبة للمناطق المعنية فهي آسول وإمل الشيل وتبايد وكذلك أوكيمدن وتليوين وتازناخت وكذلك مناطق في مزقيد وزقورة وتساقطات على إغرم وأجباها وتافراوت. ومن المتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة بإذن الله على المناطق الجنوب الشرقي مع احتمال تساقطات مطرية مهمة كذلك في فترة المساء، وخصوصا على مناطق إن شاء الله كذلك ورزازات وأوكيمدن وتباينت وزقور مع احتمال تساقطات مطرية وتلجية بإذن الله. وخلال توقعات إن شاء الله الأيام القادمة فيتوقع بإذن الله خلال يوم السبت كما قلنا اضطرابات جوية على الجنوب الشرقي، خلال يوم الأحد احتمال اقتراب هذا المنخفض الجوي، لكن اخواني الكرام السبب هذه المرتفعات الجوية فهي تمنع هذه المنخفضات من الدخول، لكن هذه التوقعات فهي ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير. بالنسبة لتراكمات الأمطار خلال الأيام المقبلة فتشير لتراكمات مهمة إن شاء الله كما تشاهدون على مناطق الشمال الغربي للمملكة، وخصوصا على المناطق التالية: تاونات، وزان، قرية أبو محمد، سيدي سليمان، مكناس، الخميسات، بسليمان، دار بيضاء، الرماني، والماس، والتساقطات ضعيفة على المناطق الوسطى، تساقطات مهمة على مناطق أوكيمدن وتليوين المرتفعات إن شاء الله الأطلس، كذلك على مناطق الأقاليم الجنوبية للمكة، عواصف استوائية جد قوية محتملة على تلك المناطق بإذن الله خلال الأيام القادمة. عموما أمطار قوية متواصلة رعدية يوم غد الثلاثاء والأيام القادمة إن شاء الله. لايك متابعة، شكرا، إلى اللقاء.